مساء الخير، بكل سعادة وبكل فخر حبيت نهني ونشكر كل الناس اللي وثقوا وساعدوا ودعموا بلاك سوان، كل زملائي اللي اشتغلوا معي وطلعوا اللي موجودين حاليا، كل زبايننا اللي وثقوا فينا، كل الأصدقاء اللي دعمونا. سنة 2021 بلاك سوان تنطلق الحمد لله بداية ممتازة جدا. الشغل أحسن بكثير من السنوات الماضية. خلصنا تدريب جديد للتعاقد مع مجموعة من الشركاء. الدورة الأولى خلصناها بنجاح وعندنا 4 متعاقدين جدد. الأسبوع الجاي إن شاء الله على بركة الله راح نبتدي دورة جديدة كذلك للتعاقد مع أشخاص يبغون يستمتعون بالعمل مع بلاك سوان. والحمد لله الأمور زاهية. هذا يرجعني إلى بداياتنا. ابتدت بلاك سوان 2015 باجتماع مع فيصل فقيه أبو ناصر، ثم تدريب، ثم عملت لفترة كمستشار لشركة بن فقيه، ثم حنيني إلى التدريب والبيع خلاني كونت نواة بلاك سوان لما كنا نشتغل في إطار بن فقيه، وبعدين تأسست شركة بلاك سوان بداية من 2017 والحمد لله قاعدين ننمو وننمو. سنة 2018 وقفنا وقفة محارب بعد ما تكونت مؤسسة التنظيم العقاري وصارت في أنظمة جديدة، اضطرينا نوقف، وقفنا نمونا السابق، وبعدين تقبلنا الواقع الجديد وأعدنا هيكلتنا وانطلقنا من نهاية 2019 2020 الحمد لله بشكلنا الجديد المتطابق مع كل متطلبات مؤسسة التنظيم العقاري، لأنه يهمنا أن نكون نعمل وفقا للمعايير والأنظمة. والحمد لله توقعاتنا أن سنة 2021 راح تكون زاهية، السنوات اللي بعدها راح تكون أزهى. كلمة شكر لكل من دعم بلاك سوان. لازم أخص بالذكر شخصين اللي ما راح أنسى فضلكم. عزيزي أبو ناصر، لولاك بلاك سوان ما استوت. الشخص الثاني عبد الرحمن كوهجي، مدير عام سابق لشركة بن فقيه. ما راح أنسى أبدا كل الدعم اللي قدمته لنا في البداية. في البداية كانت معاناة، سو الحمد لله كل ماضي، وشكرا ليكم وشكرا لدعمكم. وبلاك سوان راح تواصل إن شاء الله في انطلاقتنا، أوكي، وأمامنا مشوار مزدهر. نحن نبحث عن من يريد أن ينتعش، أن يعمل في العقار، من يريد أن يكون شريك. لا نبحث عن أشخاص يريدون أن يكونوا عبيد، يعني موظفين، أوكي، نبحث عن أشخاص يريدون أن يزدهروا، يبغون يعيشوا بأسلوب حياة لايف ستايل بلاك سوان توفر لك إياه. شكرا جزيلا.